السؤال اللي بينطرح علينا كتير، الأشواجندا ليها أضرار ولا لأ؟ الأشواجندا بداية كده هي اسمها الانديان شيري أو الكرز الهندي، وهي أصلا عشبة هندية. بداية استخدامها بتستخدم وبتجيب مفعول كويس جدا للناس اللي عندها مشاكل جنسية، بتزود عدد الحيوانات المنوية وبتزود كمان حركتها وبتعلي خصوبة عند الرجال. لكن مؤخرا ناس كتير استخدموها استخدامات تانية، وفعلا عملوا تجارب على ناس بيعانوا من مشاكل نفسية وعصبية، للناس النيرفس اللي بتعصب كتير، اللي بتعاني من استرس وقلق وتوتر واكتئاب، وبتجيب معاهم نتيجة كويسة جدا. الأشواجندا آمنة، مفيش فيها أي مشاكل خالص، كل الناس يقدروا يستخدموها عدا مرضى السكر والضغط وعدا الحوامل والمرضعات. الأشخاص دي ممنوع إنها تستخدمها إلا تحت إشراف الطبيب، وكمان مش مستحب أبدا أن نستخدمها أكتر من 9 شهور، لأن ممكن بعد كده تسبب نوع من البلادة واللامبالاة وعدم الاكتراث بمشاعر الآخرين، أو لو استخدمتها يبقى بكميات معينة وبتركيزات معينة وتحت إشراف الطبيب. جرعتها بتبدأ من 250 ملي جرام، ممكن توصل لغاية 6 جرام على حسب الاستخدام اللي أنا بستخدمه إليها.